السلام عليكم. هذه الفيديو سيتم شرح الفصل التاسع شير تيستينج. الشير تيستينج مثل ما تحدثنا بالفصل الخامس وتعرفنا على أنواع الفحوصات اللي من خلالها نستخرج الخصائص الهندسية للتربة، تحدثنا عن فحوصات إلها علاقة بالشير سترينغ للتربة. أهم فحصين أو أكثر فحصين معروفين هو فحص الدايركت شير تيست وفحص الترايكسيال تيست، وتحدثنا عنهم بالفصل الخامس، والباوندري كونديشن لكل فحص وشنو ظروف الفحص لكل نوع. وهذا شكل مبسط لفحص الدايركت شير تيست او ما يسموه شير بوكس. الدايركت شير تيست مثل ما نعرف انه نقطة الضعف اللي موجودة بهذا الجهاز هو انه احنا نجبر النموذج على ان يفشل في مستوى محدد، احنا نحدد المستوى اللي هو هذا، ما نسمح للتربة ان تختار او ان يحدث خط الفشل بالزاوية حسب نوع الجزيئات وحسب نوع التربة وحسب كثير من الخواص المتعلقة بالتربة. طبعا احنا بهذا الفحص من خلال محاضرات السويل ميكانيك ومن خلال محاضرات الأدفانس نعرف انه هذا الفحص ممكن ان نجري به فحص درين وفحص اندرين، وايضا هذا الفحص بعد ما اللي نحصله هو نقطة تقع على منحني التاو سيجما، وبالتالي طبعا انت تلاحظ بهذا الشكل انا ممكن من هذا النقطة ارسم كذا عدد من الدوائر، ولكن هذه الدوائر قد لا تكون هي الدوائر الصحيحة، وبالتالي يجب ان على الفاحص ان يجري ثلاث فحوصات على الاقل باستخدام نفس نوع التربة نفس الظروف نفس الدنسيتي إلى آخره، لكن يغير بالنورمال ستريس. من يغير بالنورمال ستريس راح يحصل على ثلاث دوائر، والخط الواصل ما بين هذه الدوائر الثلاثة هي تعني لي خط الفشل في نظرية ماهر كولم. إذن لابد في فحوصات الشير إن كان بفحص الدايركت شير أو إن كان بفحص الترايكسيال لابد أنه نجري ثلاث فحوصات على الأقل. الفحص الآخر اللي تحدثنا عنه هو فحص الترايكسيال. فحص الترايكسيال لاحظ بهذا الشكل أنه في البداية طبعا الفحص الدايركت شير أو الشير بوكس يكون النموذج عندنا مقطع مربع، أما بفحص الترايكسيال فيكون عندنا مقطع النموذج هو دائري، وبالتالي يكون النموذج اسطواني. ومثل ما نعرف انه بهذا الفحص في المرحلة الاولى نسلط الايزوتروبيك ستريس من جميع النواحي، واحنا متفقين انه احنا النورمال ستريس اللي نسلطها على النموذج بالشير بوكس والايزوتروبيك بالترايكسيال هي الغاية، اعادة قيمة هذه النورمال وقيمة هذه ليس فقط لرسم دائرة مور انهاء الفحص، لا، علاقة هذه النورمال ستريس وال ايزوتروبيك ستريس بالفحصين لها علاقة بالجيوستاتيك ستريسز، لها علاقة بالقيمة الإجهادات على العينة قبل استخراجها. يعني مثلا من تكون عندي عينة قريبة من السطح لا بأس أن أجري 25-50-75 بفحص الشير بوكس، لكن من تكون بعيدة عن السطح لا، قد أجري 100-150-200. هي ليست متشابهة، هي ليس بها قانون ثابت، إنما هي تعتمد على مقدار وقيمة الجيوستاتيك ستريس للنموذج. فحص الترايكسيال تيست عندنا سيجما ار اللي هي نسميها سيجما سي اللي هي الكونفايننج بريشر، او سيجما ثيتا تسمى في بعض الاحيان، وهذه طبعا هي ناتجة عن تسليط الايزوتروبيك ستريس، وطبعا راح ينتج عنها ابسيلون ثيتا او ابسيلون ار في هذه الحالة. طبعا راح تكون الاجهادات متساويه من جميع الاتجاهات الراديال والاكسيال. ثم بعد ذلك نسلط الديفيتر ستريس، والديفيتر ستريس
راح يكون اكسيال، ومجموع الديفريتر ستريس هو اللي راح يشكل لي السيجما 1 والسيجما 3 هي كانت الايزوتروبيك ستريس. وبالتالي انه الفوليومتريك سترين راح نلاحظ هو عباره عن الابسيلون اي زائدا 2 ابسيلون ار. الابسيلون في الفوليومتريك سترين هو الابسيلون اي زائدا 2 ابسيلون ار. هذا معناها انه نريد نستخرج هسه بالفصول القادمه، ما راح نبدي ندخل في تفاصيل الكريتيكال ستيت لاين والكاميكلي، راح نحتاج نعرف التشوه في كل جزء من العنصر او كل جزء من النموذج للغايه حتى نتوصل الى القوانين الخاصه بتلك النظريات. طبعا نعرف انه احنا عندنا بور ووتر بريشر وعندنا افكتيف ستريس، وبالتالي هذه لازم ناخذها بنظر الاعتبار ان كان عندي الفحص درين او الفحص انترين. راح اقوم بعمليه الحسابات باستخدام البي كيو دايجرام لهذا الكتاب. في الكيو هي سيجما 1 ماينس سيجما 3 افكتيف، والبي هي ثلث سيجما 1 بلس 2 سيجما 3، وكذلك بالنسبه للابسيلون اي والابسيلون في. الابسيلون اي 2 على 3 ابسيلون 1 ماينس ابسيلون 3، والابسيلون في هي ابسيلون 1 ماينس 2 ابسيلون 3. اما اذا كان عندي انه جهادات راح احسبها بالراديال وبالاكسيال، فراح تكون المعادلات هي من 9.6 الى 9.9 هي مشابهه للمعادلات اعلى فقط باختلاف الرموز. طبعا هذه الفحوصات في فترات اللي هي كانت يعني بالخمسينات وبالاربعينات اشتغلوا عليها هذه الفحوصات، الغاية كانت يبدون يوصلون الى نظريات للفشل فيما يخص التربة، وايضا كانت الغاية يريد ان يربط العلاقات ما بين الستريس والسترين وحتى يتوصل الى شكل الفشل بشكل عام. فلاحظ هذا الشكل يمثل لي فحص اجري عام 1958 كان يربط الديسبليسمنت اوف شير بوكس. Displacement of shear box طبعا في منطقة الفشل في على خط الفشل مع specific volume اللي اعتمدناها بهذا الكتاب. ولاحظ انه قيمة او تغير Displacement اعتمادا على Initial specific volume، اعتمادا على Initial specific volume. وبالتالي عند ما يكون عندي السترين عالي راح يكون مهما اختلف specific volume او Initial specific volume راح نوصل الى specific volume تقريبا ثابت. هذه النقطه اللي هي تثبت او متقاربه راح نلاحظ شلون انه احنا راح كيف استغلوها الباحثين حتى يتوصلون الى النظريه. ايضا لاحظ هنا ان الابسيلون في تغير الحجمي مع الاكس اللي هي هاي نفسها الاكس اللي هي displacement. هنا راح نلاحظ انه كيف انه قسم من النماذج تصغر بالحجم وقسم من النماذج تزيد بالحجم، وكما نعرف بانه النورمالي كونسوليديتد كلي يصغر والاوفر كونسوليديتد كلي يزداد بالحجم. هذا طبعا احنا دا نتحدث عن فحص ادرين. هو احنا بحقيقه هذا الفصل دا يعطينا البرنسبل لهذه الفحوصات وكيف راح نستغلها حتى نستفاد من عندها بالكريتيكال ستيت لاين، وكذلك نستفاد من عندها في الكام كلي ثيوري. ناخذ امثله بسيطه على فحص الترايكسيال. بفحص الترايكسيال راح نتفق على ريت معين للاجهادات. ما المقصود بريت معين للاجهادات؟ بما معنى انه مقدار الزياده بالاجهادات ستعتمد على قيمة ثابتة نتفق عليها، أي أن الستريس باث سيسير بمسار محدد. نأخذ فحص الدرين كومبريشن تيست. بالدرين كومبريشن تيست هي نفس المعادلات، لاحظ دلتا بي ودلتا كيو، وبعد ذلك هذه مثل ما أريد هذه المعادلات تبين لي من أريد أرسم الستريس باث، وأقسم مقدار الدلتا بي على الدلتا كيو على الدلتا بي. لاحظ راح اتوصل الى ميل مقداره 3، هذا راح اسميه
الفحص ستاندرد ترايكسيال تيست، راح اسميه ستاندرد ترايكسيال تيست. اختارينا هذا الستاندرد حتى من نجي نبني الكريتيكال ستيت لاين، ومن نجي نبني الكامكلي ثيوري، تكون كل الفحوصات على مختلف النماذج على ستريس باث بميل مقداره 3. هذه هي الغاية. فهنا بهذا الفصل هو دي يشرح لنا شلون سلوكية التربة بهذه الفحوصات عندما يكون عند الميل 3-1. لاحظ انه هذا فحص درين، النقطة 0-0 ما كان عندي اجهادات، ثم سلطت الايزوتروبيك ستريس فوصلت الى نقطة اي، واحنا نعرف الايزوتروبيك ستريس ما تنطينا كيو، الكيو بيها يساوي 0. ثم سوينا الشير، هذه مرحلة الشير، وبموجب المسار او الستريس باث اللي مشينا عليه اختارينا ميل 3-1. من نأتي الان الى السترين، طبعا السترين راح ينطيني اتجاهين، اما ان يزيد الحجم او يقل الحجم. متى يزيد الحجم؟ طبعا نعرف انه احنا الحجم يزداد عندما تكون عندي التربة over consolidated clay. متى يقل الحجم؟ يقل الحجم عندما تكون عندي التربة normally consolidated clay. نأتي الآن إلى الأندرين تيست. بالأندرين تيست وأيضا بتطبيق المعادلات وستريس باث بمية 3، هذا هو الفحص. لاحظ راح يتشكل عندي بفحص الدرين هذا الفحص، وفحص الأندرين لاحظ راح يتشكل عندي هذا الفحص. طبعا الفرق ما بين الدرين والأندرين هو البور ووتر بريشر، وطبعا احنا مثل ما نعرف انه فحص الأندرين راح يكون عندي تغير الحجم مساوي الى الصفر، فيتحرك اي الى بي، و البور ووتر بريشر بالفحص هو يكون عندنا سالب بالاوفر كونسوليديتد كلي وموجب بالنورمالي كونسوليديتد كلي، اي هناك ترابط ما بين زيادة الحجم والبور ووتر بريشر ونقصان الحجم والبور ووتر بريشر. طبعا اللي نقصد بها الاذر تيست مثلا لاحظ هذا الشكل، انه قيمة الراديال ستريس او سيجما 3 مثال على ذلك نقللها مع ثبات قيمة السيجما 1 او الديفياتر ستريس. نأتي الآن إلى typical test result. نأخذ أول نوع اللي هو normally consolidated sample. normally consolidated sample هو هذا أيضا example، وأيضا دي يشرح لنا كيف نحصل على قيم shear strength. فابتدأ بنموذج الwater content 23%، specific volume 1.632 وconsolidated 207، يعني سيجما 3 كانت 207. سلط الديفياتر ستريس وكانت العلاقة بهذا الشكل ما بين الكيو والاكسيال سترين، والعلاقة ما بين الفوليومتريك سترين مع الاكسيال سترين، ونلاحظ انه حجم النموذج دي يصغر. هذا بالنسبة للسامبل اللي هو طبعا هذا الفحص هو فحص درين، وهذا الفحص هي من نتائج بيشوب اند هانجل 1962 اللي بنت عليه النظريات. اذا نقارن لاحظ هذه النقطة هي مهمة، لاحظ انه انا دارس العلاقة بين P و Q، لاحظ بدينا بالصفر ثم سلطنا الى 207، هذا الرقم 207 كيلو نيوتن، وبعد ذلك بدينا بالشير بالفحص درين وفشل عندنا النموذج. لاحظ راح نقارن زيادة الإجهاد مع تغير الاسبيسيفيك فوليوم. احنا عندنا هذا النورمالي كونسوليديتد لاين مثل ما عرفناه بالفصل السابع، وانه ما ممكن ان يكون عندي نموذج بهذه المنطقة. اذا مع بداية الشير بدأ النموذج يتغير بالحجم. احنا نعرف الايزوتروبيك ستريس لا تسبب الفشل، وبالتالي سنبقى على النورمالي كونسوليديتد لاين. مع بدايه الشير بدا الحجم يصغر، السبيسيفيك فوليوم قل، وابتعدنا عن النورمالي كونسوليديتد لاين.
هذا إذا كان الفحص درين. أما إذا كان عندنا الفحص أنيدرين، هذا هو لفحص أنيدرين أيضا لبيشر عند هانجل، فشل النموذج بهذه النقطة، وكان عندي البور ووتر برجر، لاحظ البور ووتر برجر كيف يزداد مع ثبات الحجم لأنه مسمح لنا للماء بالخروج. أيضا راح نرسم العلاقة، لاحظ هذه هي هو هذا التوتال ستريس باث، وهذا هو مسار الفحص اللي احنا اجريناه، هذا هو مسار الفحص اللي احنا اجريناه. طبعا احنا نتحدث عن نورمالي كونسوليديتد لين بعد ما وصلنا الى الاوفر كونسوليديتد. من نجي نمثل هذا على العلاقه ما بين البي والسبيسيفيك فوليوم، لاحظ بقينا احنا بدينا بالصفر وصلنا الى 207 ثم سوينا الشير ومسمحنا للماء بالخروج. اذا ايضا نفس الحاله انه احنا بقينا على النورمالي كونسوليديتد لاين وسوينا وبدينا بفحص الشير اي باضافه الديفيتر ستريس، لاحظ ما عندنا تغير بالحجم، تبقى السبيسيفيك فوليوم ثابته، ايضا نبتعد عن النورمالي كونسوليديشن لاين. الابتعاد السابق كان يبدي من هذه النقطه ويتجه بهذا الاتجاه، اما بالانيدرين فيكون بهذا الاتجاه وما يصير عندنا تغير بالحجم. نأتي الآن إلى فحص اللي هو الـ Over Consolidated. فحص الـ Over Consolidated بهذا الجزء من الشكل، نلاحظ أنه إحنا فحص الـ Over Consolidated Clay نعطينا الـ Over Consolidated Ratio 24، يصير عندنا بيك ثم نرجع على الـ Ultimate، ونلاحظ أنه إحنا راح يصير عندنا مقدار زيادة نقصان أول بالبداية في الحجم ثم يبدأ الحجم بالزيادة. إذا نمثل هذا الشكل على الـ PQ Diagram وعلى الـ Specific Volume P، لاحظ من الصفر إلى الـ Sigma 3 اللي كانت هنا 34.5 كيلو نيوتن على المتر المربع مو 207، لاحظ وبدأ نبدي الشير وتزيد قيمة الـ Q مع زيادة الـ P، ثم نصل إلى الـ Peak ثم نعود مرة أخرى إلى الـ End of the Test. نأتي الآن إلى العلاقة ما بين الـ Specific Volume والـ P. لاحظ ما نبدأ من الـ Normally Consolidated Line لأنه هذه Over Consolidated. إذن من أين بدأنا؟ بدأنا من الـ Swelling Line. طبعاً الـ Swelling Line الـ Normally Consolidation Line عندنا خط واحد لكل نوع تربة، عندنا خط واحد مثل ما لاحظنا بالفصل السابع، لكن السوالينج لاين ممكن يكون عندي ملايين الخطوط، ما لا نهاية من الخطوط، تعتمد على الإجهاد السابق. فلهذه التربة كان عندنا السوالينج لاين هو واقع على هذا الخط، فبدينا بالتجربة ولاحظ كيف يزيد، لاحظ هنا كيف يقل الحجم بالبداية ثم بعد ذلك يزداد. إذا الآن نتحدث عن فحص الأنيدرين، فحص الأنيدرين للأوفر كونسوليديتد، نلاحظ أنه هذا هو شكل العلاقة ما بين الكيو والاكسيال سترين، وهذه هي شكل العلاقة ما بين البور ووتر برجر الاكسس، طبعا ده نقصد بسبب الانيدرين مع الاكسيال سترين. لاحظ تصير عندي زيادة بالبور ووتر برجر ثم تقل، بينما كان عندنا في فحص النورمالي كونسوليديتد كلها تزيد، دائما عندي زيادة في البور ووتر برجر. طبعا هذه الزيادة بالبور ووتر برجر هو بسبب تقلص النموذج، وهذا النقصان بسبب زيادة الحجم، حتى نفهم هذه، أنت تخيل عندك فد أسطوانة مغلقة، أسطوانة المغلقة من تضغط عليها في باستخدام بيستن راح تلاحظ إن الضغط يكون موجب، كرد فعل بالنسبة للهواء المحصور داخل هذه الاسطوانه، احنا بدنا نتكلم عن هواء، اذا راح يكون الضغط موجب يدفع البيستن الى الاعلى، لكن اذا تحاول ان تسحب ايش راح يكون الضغط؟ راح يكون الضغط سالب يحاول يرجع البيستن الى موقعه. نفس الفكره نفس النظريه، انه من يزيد عندي الحجم راح يكون عندي البور ووتر برجر موجب، من يقل عندي الحجم راح بالانيدرين يكون عندي البور ووتر برجر نيجاتيف. ومن نفس العلاقة بحالة
البي كيو دايجرام ونمثل على النورمال كونسوليديت لاين. لاحظ كيف بدا من هذه النقطه وانتهى بهذه النقطه وما صار عندي تغير بالحجم طبعا. وايضا بدا مو من النورمال كونسوليديشن لاين انما بدا من السوالينج لاين. هذه الاشكال هي مهمه لابد ان نفهمها لان هي راح تكون المدخل الى الكاميكلي والكريتيكال ستيت لاين. شكرا جزيلا.